استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات في مجزرة جديدة استهدفت مدرسة للنازحين بغزة، ومصر تؤكد استمرار مساعيها لوقف إطلاق النار. تنديد دولي وعربي واسع بمجزرة مدرسة التابعين بغزة وسط مطالب لإسرائيل باحترام القانون الدولي وضرورة إنجاز وقف إطلاق فوري للنار. وزير الخارجية يستعرض مع نظيريه البلجيكي والسريلانكي جهود التوصل لاتفاق هدنة بغزة، ويطلعهما على اتصالات مصر لتجنب التصعيد الإقليمي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. لا يفرق الاحتلال الإسرائيلي بين المدارس والمستشفيات والمباني السكنية، ويستيقظ العالم كل صباح على أنباء مذابحه ومجازره التي كان آخرها مجزرة مدرسة التابعين بحي الدرجة. مصر اعتبرت مجزرة التابعين تأكيداً على غياب الإرادة السياسية لإسرائيل لوقف إطلاق النار، متعهدة في الوقت ذاته باستمرار مساعيها لإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أدانت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة. واستنكرت مصر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، مطالبة بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل. واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العزل كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في القطاع هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس. وأكدت مصر أنها سوف تستمر في مساعيها الدبلوماسية وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. هذا وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة التابعين في مدرسة طابقين، الأول كان يأوي النساء النازحات والأطفال، والدور الأرضي هو عبارة عن مصلى للنازحين. وذكر المتحدث أن الجميع فجع بحجم المجزرة الكبيرة والمخيف بفعل العدد الكبير من الشهداء، مؤكدا أن الجرحى بينهم أطفال ونساء تحولت أجزاء منهم لأشلاء وأجزاء أخرى عبارة عن جثامين لشهداء اشتعلت فيهم النيران. وجعنا فجر هذا اليوم وأثناء تادية صلاة الفجر بقصف إسرائيلي مباشر استهدف مدرسة التابعين الشرعية التي تأوي أكثر من 6000 نازح ذهبوا إليها بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم في أكثر من منطقة في قطاع غزة. هذه المدرسة التي تأوي الأطفال والنساء والكبار لقد تلقى الدفاع المدني والخدمات الطبية وأجهزة تقديم الخدمة في قطاع غزة وفي مدينة غزة بالخصوص فجر اليوم عند 4:40 اتصالا بوجود قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة التابعين الشرعية، وعلى الفور تحركت الطواقم إلى المكان
لكننا فجعنا بحجم المجزرة الكبيرة والمخيف بفعل العدد الكبير من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، وجزء منهم عبارة عن أشلاء، وجزء آخر كانت جثامين تشتعل فيها النيران. أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين بحي الدرج والتي تأوى نازحين، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ومئات الإصابات. وحمل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا، حمل الإدارة الأمريكية مسؤولية المجزرة جراء دعمها المالي والعسكري والسياسي للاحتلال. وقال أبوردينا إن هذه الجريمة تأتي استمرارا للمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، والتي تؤكد مساعي دولة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي مريب. ودعا أبوردينا الإدارة الأمريكية إلى إجبار دولة الاحتلال فورا على وقف عدوانها ومجازرها واحترام قرارات الشرعية الدولية ووقف دعمها الأعمى الذي يقتل بسببه الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ العزل. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. تشهد شوارع تل أبيب مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. طلب المتظاهرون بتل أبيب بإجراء انتخابات فورا، منتقدين وبشدة سياسة الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. طلبت الجزائر عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل، وذلك في أعقاب قيام قوات الاحتلال بارتكاب مجزرة استهدفت مدرسة للتابعين التي تأوى نازحين. وأفاد مصدر دبلوماسي جزائري أن طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ يأتي بناء على التطورات الخطيرة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد الهجوم الجوي الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة في غزة، مشيرا إلى أن هذا الطلب تم تقديمه بالتشاور مع دولة فلسطين، وأن طلب الجزائر يحظى بتأييد دول أعضاء في مجلس الأمن. هذا وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالمجزرة الإسرائيلية التي اعتبرتها خرقا للقانون الدولي والإنساني يستوجب العقاب الفوري. وطالب الأزهر الشريف بمواصلة الضغط بكل السبل لوقف جرائم الإبادة الجماعية، بينما اعتبرت إيران المجزرة بأنها رغبة إسرائيلية في مواصلة الحرب. وطالبت بريطانيا بوقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين بغزة. We'll be right back.
كانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة مروعة في اليوم التاسع بعد 300 من العدوان المتواصل على قطاع غزة. أسفرت المجزرة عن استشهاد أكثر من 100 وإصابة العشرات، حيث قامت قوات الاحتلال بقصف المصلين بمدرسة التابعين بشرق غزة، واستهدفت طابقي المدرسة والذي كان أحدهما مصلى للنازحين. وزعمت قوات الاحتلال وجود عناصر من حركتي حماس والجهاد داخل المدرسة، وهو ما نفته الحركتان بشدة. وكأن الاتفاق أن يستمروا بارتكاب المجازر بشكل يومي حتى يعتادها العالم، وكأن دماء الأبرياء والأطفال وأشلاءهم صارت من التفاصيل اليومية العادية التي يشاهدها الناس أثناء ممارسة عاداتهم اليومية. وربما تتشابه المجازر في وحشيتها، إلا أن قوة الاحتلال أبت تلك المرة إلا أن تزيد من إجرامها وهمجيتها، فلم تكتفي باستهداف الأطفال والنساء والمدارس التي تؤوي النازحين، ولم تحرق الخيام بساكنيها المشردين، بل تعمدت استهداف المصلين ساعة أذان الفجر ليسقط أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين في مدرسة استشهد أغلبها جراء تلك المجزرة التي تفعل عملية القتل التراكمي المتعمد لإبادة شعب كامل بقلب ميت ودم بارد، ودون أن يطرف جفن للعالم الغربي الذي يمد حكومة الاحتلال بأسلحة تفتك بالعزل. مدرسة التابعين التي شهدت تفاصيل المجزرة البشعة والتي تؤوي النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة استهدفت بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وخلال أداء المواطنين صلاة الفجر، فيما لم تستطع فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشال جثمين جميع الشهداء أو أشلائهم بمعنى أدق جراء القصف المستمر والذي أسفر عن استشهاد عدد أقله 100 وإصابات خطرة لم يتم التعرف على أصحابها نظرا لأجسادهم الممزقة والمتناثرة هنا وهناك. ولعل كل ما تفعله حكومة الاحتلال لن يفضي إلى مآربها الدنيئة من إبادة شعب بشكل كامل وإفراغ أرض من أهلها لاستكمال المخطط المعروف للاستيلاء على وطن بل منطقة بأكملها، وإن كل التصريحات الجوفاء التي يتشدق بها الغرب لتتناقض تماما مع الدعم غير المشروط لعملية القتل الممنهجة للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه رغم كل شيء، والذي حتما سينال حقوقه لأنه صاحب الأرض. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 39,790 شهيدا، بالإضافة إلى 92,000 ومصابين اثنين منذ 7 أكتوبر 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن وصول 40 شهيدا و 140 مصابا للمستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. أعرب وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عن تقدير مصر للموقف البلجيكي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته البلجيكية حاجة الحبيب، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع بالمنطقة، كما اطلع عبد العاطي أو أطلع نظيرته البلجيكية بالاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على مدار الساعة لتجنب التصعيد الإقليمي. من جهتها ثمنت وزيرة خارجية بلجيكا الدور الهام والمحوري الذي تضلع به مصر لحل أزمة قطاع غزة ووقف التصعيد الإقليمي الناجم عنها. عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي جلسة مباحثات ثنائية وموسعة مع نظيره السريلانكي علي صبري بمقر وزارة الخارجية. استعرض الجانبان الحرب الجارية في قطاع غزة وجهود مصر من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، هذا فضلا عن مستجدات الأوضاع في منطقة المحيط الهادئ والجنوب الآسيوي.
أشادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة المنكوب من جراء العدوان الإسرائيلي والمتواصل ونزع فتيل الأعمال العدائية الإقليمية. هذا وتواصل مصر وقطر والولايات المتحدة جهود الوساطة الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر لم تتوقف إسرائيل يوما عن إضاعة الفرص لإيجاد حل سياسي يضمن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. إسرائيل استخفت بشكل غير مسبوق بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الوسطاء الدوليون لحل حالة الأزمة، لكن إسرائيل بقيت على موقفها في إظهار أكثر من وجه في سبيل الادعاء بالرغبة في التوصل إلى حل سياسي. جولة تلو الأخرى يقترب فيها الوسطاء الدوليون من التوصل إلى اتفاق نهائي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، لكن إسرائيل وفي كل مرة تعيق كل تلك الجهود بطرح شروط غير قابلة للتطبيق، بما يعطي انطباعا برغبة عارمة في إطالة أمد الحرب، ومعها أيضا إطالة عمر حكومة أقصى اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو. الشروط الجديدة أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى رغبة تل أبيب في استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا ومنع حماس من السيطرة على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ونقل أعداد من الأسرى الفلسطينيين إلى الخارج، مع الإفراج عن أكبر عدد ممكن من محتجزيها في المرحلة الأولى من الصفقة. استغلال إسرائيل للجانب السياسي لا ينفي استخدامها آلتها العسكرية لتقويض جهود التفاوض من خلال تعمد إسقاط أعداد هائلة من المدنيين العزل، مما يؤكد بالدليل القاطع غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب على الرغم من كل المناشدات والجهود الدولية. أكدت دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان مشترك لإسبانيا وإيرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوف جالانت. كان المدعى العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب. أضاف خان أن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في غزة اعتبارا من يوم 8 أكتوبر الماضي على الأقل. رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مواصلة الولايات المتحدة تمويل وحدة إسرائيلية متهمة بارتكاب انتهاكات إنسانية يمثل هزيمة مروعة لخبراء حقوق الإنسان داخل وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون. واستنكرت الصحيفة الأمريكية إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار تلقي وحدة أمنية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان التمويل الأمريكي بزعم أن أفعالها تم معالجتها بشكل فعال. نشرة أخبار التاسعة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. إجلاء أكثر من 76,000 روسي من منطقة كورسك أثر التوغل الأوكراني، وموسكو تطلق عملية لصد التوغل.
أكدت إيران أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة هو أولوية لطهران، وشددت في الوقت ذاته على حقها المشروع في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية. وقالت بعثة إيران الدائمة في الأمم المتحدة إن أولويتهم هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وأن أي اتفاق توافق عليه حماس ستعترف به إيران. لكنها أكدت أيضا أن إسرائيل انتهكت أمنها القومي وسيادتها من خلال العمل الإرهابي الأخير، كما أنها تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن نفسها، وهو أمر غير مرتبط بتاتا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت منصة إطلاق الصواريخ لقوات الحوثي وزورقا مسيرا في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت أيضا طائرتين مسيرتين لقوات الحوثي فوق البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق أن ناقلة النفط الخام دلتا بلو أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال 24 ساعة قبالة ميناء المخا اليمني. تتصاعد حدة التوترات الإقليمية على ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هذا وتعرضت القوات الأمريكية في سوريا لهجوم بطائرة مسيرة في منطقة الرملان بشمال شرق سوريا. في ثاني هجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا لهجوم بطائرة مسيرة. الهجوم وقع على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منطقة رميلان بشمال شرق سوريا، وذلك بعد أيام قلائل من إصابة 5 عسكريين أمريكيين عندما أطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق. جبهات عدة فتحت فأشعلت فتيل أزمة تتخطى حدود غزة، ومن أجل ذلك عززت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، فأرسلت البوارج والمقاتلات والمسيرات معلنة دعمها المطلق لتل أبيب في مواجهة حرب محتملة تدق طبولها من جبهات متعددة. واشنطن وفي أحدث إعلان دعم لتل أبيب كشفت عن عزمها تقديم 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونغرس لها في أثناء حرب إسرائيل في غزة، إلى جانب التهديد المحتمل بشن حزب الله وإيران هجمات. هناك جبهة أخرى مع قوات الحوثي، إذ أعلنت واشنطن تدمير منصة صواريخ وزورق مسير في اليمن، إلى جانب تدمير طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر. حدة التوتر تتزايد في الشرق الأوسط تحسبا لموجة جديدة محتملة من الهجمات التي تشنها إيران وحزب الله، وذلك على خلفية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران وفؤاد شكر القيادي البارز في حزب الله. الله أكبر. تمر اليوم ذكرى تقدم الحكومة اللبنانية باستقالتها جراء انفجار مرفأ بيروت في عام 2020. الحادث المأساوي كان نتيجة انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم، والتي كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مرفأ بيروت لست سنوات. منذ 4 سنوات تقدمت الحكومة اللبنانية باستقالتها وسط موجة عارمة من الغضب جراء انفجار مرفأ بيروت الهائل الذي ضرب العاصمة بيروت عام 2020. جاء قرار الاستقالة عقب اكتمال الحكومة في ظل رغبة العديد من الوزراء في تقديم استقالتهم، وتوالت استقالات الوزراء اللبنانيين من الحكومة مع تقديم وزيرة العدل ماري كلود نجم استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب في ذلك الوقت في أعقاب الانفجار.
الحادث المأساوي كان نتيجة انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مرفأ بيروت لست سنوات. وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تعرف أسبابه في المرفأ الذي جرى فيه تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية. أسفر الانفجار عن مقتل الكثيرين من بينهم مفقودين لم يعثر لهم على أثر، وإصابة حوالي 6500 آخرين وتشريد نحو 300,000، في حين قدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار. ورغم مرور 4 سنوات على الانفجار، ما زالت الحقيقة مجهولة بشأن المتسبب والسبب الحقيقي وراء انفجار مرفأ بيروت. أفاد مسؤول روسي أنه تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص يقيمون في منطقة كورسيك المحاذية لأوكرانيا نحو أماكن آمنة منذ توغل القوات الأوكرانية. في الأثناء أطلقت موسكو عمليات عسكرية في مناطق بلغرود وبرناسك وكوريسك الحدودية المتاخمة لأوكرانيا، وذلك في اليوم الخامس لتوغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسيك الروسية والتي تقع على مسافة حوالي 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية. من جانبها حذرت الوكالة النووية الروسية من أن الهجوم الذي تشنه كييف يشكل تهديدا مباشرا لمحطة الطاقة النووية في المنطقة، وطالبت بضبط النفس لتجنب حادث نووي قد تكون له تداعيات إشعاعية خطيرة. هاجمت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب قائلة إن الرئيس السابق ليست لديه أي مصلحة أو رغبة في اتخاذ إجراءات لتحسين نظام الهجرة الأمريكي. جاء ذلك خلال تجمع في ولاية أريزونا، الولاية الرئيسية التي تتشارك حدودا مع المكسيك. تجري هاريس وبايدن الأسبوع المقبل أول حلقة مشتركة لهما في إطار حملة مرشحة الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ قرار الرئيس الأمريكي المفاجئ الانسحاب من السباق الرئاسي ضد ترامب. حقا إنها مفتاح الناخب الأمريكي، إنها المناظرات التلفزيونية التي ظلت سلاح المرشحين للانتخابات الرئاسية في كل نسخة، ومنها يسعى كل مرشح لنيل الثقة والتأثير المباشر على الكتل التصويتية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل. ويستعد كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي كاميلا هاريس للمشاركة في مناظرة تلفزيونية مقررة في 10 سبتمبر المقبل بعد أن انسحب الرئيس جو بايدن من السباق ليفسح المجال أمام ذراعيه الأيمن هاريس. كان ترامب قد اقترح إجراء 3 مناظرات تلفزيونية مع منافسته هاريس قبل معركة الشتاء الحاسمة في نوفمبر 2024، وأعلن المرشح الجمهورية في أكثر من مناسبة رغبته في إجراء المناظرات خلال شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع الحرب النفسية التي يشنها ترامب بأسلحته الإعلامية ضد هاريس. عنصر الوقت يمثل تحديا واختبارا قاسيا أمام هاريس، إذ لم يعد يتبقى أمامها سوى 3.5 أشهر لتقوية حملتها الانتخابية وتوحيد أنصار حزبها والمانحين وعرض كامل رؤيتها على الشعب الأمريكي، ما يمثل ضغطا إضافيا عليها. في المقابل يتحرك ترامب بصحبة فريقه بأريحية أكبر انطلاقا من الأشواط التي قطعها ضد الرئيس بايدن منذ أسابيع طويلة، واستنادا إلى تجربته السابقة في مواجهة نفس الخصم في انتخابات 2020. وعلى الرغم من ذلك، قد تحمل المناظرات التلفزيونية الوشيكة الكثير من المفاجآت والتطورات الدراماتيكية على نحو يصعب معها التكهن بمن الفائز بتذكرة العبور إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يوليو من العام الجاري، والتي بلغت 196 ألف شكوى وطلب واستغاثة. ووجه رئيس مجلس الوزراء بدورة العمل المستمرة على تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات والطلبات
بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الموحدة وسرعة التفاعل معها والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبذل الجهود الممكنة لمعالجتها، مؤكدا دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب دورة تدريبية لعدد من الكوادر الأمنية العربية حول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني. تضمنت الدورة زيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة. في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم العمل الأمني العربي المشترك خاصة في مجال الإعلام الأمني لما له من أهمية في تشكيل الوعي المجتمعي والتصدي للشائعات، نظمت الوزارة بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب دورة تدريبية للكوادر الأمنية العربية حول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني بمعهد تدريب وبحوث الإعلام الأمني بقطاع الإعلام والعلاقات. وتهدف الدورة التدريبية التي استمرت فعالياتها على مدار 5 أيام بمشاركة نخبة من الخبراء الأمنيين والأكاديميين المتخصصين إلى تنمية وصقل مهارات الكوادر الأمنية العربية في مجال الإعلام الأمني للارتقاء بقدراتهم في التعامل مع المواقف الأمنية ورصد وتحليل الأخبار والتعامل معها وكيفية مواجهة الشائعات. هي الدورة اللي احنا بصددها بتأتي استمرار للتعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ووزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والدورات اللي بتساهم في تبادل الخبرات بين الكوادر العربية الأمنية. وزارة الداخلية المصرية دخلت في مجال الوعي سواء على المستوى الداخلي في مؤسسات الدولة أو على المستوى العربي الإقليمي في كيفية نشر الوعي الإعلامي ونشر الوعي القيمي ونشر الوعي الأمني. هذه الدورة تؤكد الدور الريادي لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية المصرية في تدريب السادة الضباط من الدول العربية الأشقاء العرب. تضمنت الدورة زيارة ميدانية لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للوقوف على التطبيق العملي لأدوات الإعلام الأمني في رصد وتحليل الأخبار والرد على الشائعات وبث الرسائل التوعوية التي تسهم في تشكيل الوعي المجتمعي. وأثنى الكوادر الأمنية العربية المشاركة في الدورة على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة وتميزه في إعداد التقارير والمواد الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية لإبراز جهود الوزارة وأنشطتها والرد على الشائعات والاستفسارات. نشكر جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة الداخلية المصرية اللي احنا متواجدين فيها الآن. كمان لازم نشكر مجلس وزراء الداخلية العرب اللي أتاح لنا أنا وزملائي هاي الفرصة حتى نتواجد في الداخلية المصرية حتى نشارك في هذه الدورة ونلتقي مع كوادر الشرطة المصرية من جهة اللي بتعمل في الإعلام الأمني وزملاء العرب الموجودين. كل الشكر والامتنان للكوادر والقيادات العليا في وزارة الداخلية المصرية لمحاضراتهم الثمينة والخبرة اللي رأيناها حسب مجالات متعددة في الإعلام الأمني. قمنا بزيارة قطاع الإعلام الأمني والاستوديوهات حقيقة متطورة، وهنا تنتج في وزارة الداخلية المصرية محتوى إعلامي أمني ذو رسالة قيمة تصل للمجتمع. سعي متواصل من وزارة الداخلية نحو تفعيل آليات التعاون الأمني العربي المشترك وتبادل الخبرات في كافة مجالات العمل الأمني لا سيما الإعلام الأمني الذي أصبح من أهم الأدوات للتصدي للشائعات والأفكار الهدامة وإبراز الجهود الأمنية.
يتمتع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بإمكانيات تقنية ولوجستية وبشرية كبيرة تمكنه من أداء رسالاته الإعلامية في مواجهة الشائعات وإبراز جهود وزارة الداخلية، وتحرص الوزارة على نقل خبراتها للكوادر الأمنية العربية، وهو ما تؤكده هذه الدورات والزيارات المختلفة لقطاع الإعلام والعلاقات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن رسائل نصية منسوبة للبريد المصري تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين. من جانبها أكدت الهيئة القومية للبريد أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، مشددة على أن البريد لم ولن يطلب من العملاء أي معلومات أو بيانات تفصيلية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية. ونشدت البريد المواطنين على عدم الإدلاء بأية معلومات عن حساباتهم تجنبا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية. وصلت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق التصدي للشائعات التي يتم تداولها بشأن مشروعات الهيئة المختلفة، حيث أصدرت الهيئة بيانا إعلاميا مدعما بتصوير جوي لقطار المونوريل خلال تجارب التشغيل التجريبية التي يتم تنفيذها حاليا من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة حتى محطة الفنون والثقافة، وذلك عند عبور القطار لنقطة التقاء مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي في LRT الخفيف بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا كرد عملي على ما تم نشره من ادعاءات وأكاذيب عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هدم جزء من أحد مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ادعى الخبر وقوع المشروعين في مستوى واحد. وأشار بيان الهيئة إلى أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، وأن كافة المشروعات يتم تنفيذها طبقا لأعلى المواصفات العالمية مع مراعاة كافة مسارات المشروعات الأخرى. اعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025. خلال الاجتماع استعرض الوزير الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ في يوم 21 من سبتمبر المقبل وينتهي في 5 من يونيو 2025. الآن مشاهدينا جاء موعدنا مع أخبار الاقتصاد لنشرة 9، أخبار المال والأعمال مع مصطفى نزار. شكرا محمد عبد الله، شكرا أذا إبراهيم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا في نشرة 9 أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. خلال زيارته لشركة مصر للغاز والنسيج وصباغ البيضاء بكفر الدوار، أجرى وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي جولة تفقدية لمشروع تطوير المجمع الصناعي، وذلك بحضور محافظ البحيرة جاكلين عازر. وشدد الوزير محمد شيمي على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لرفع معدلات التنفيذ وضغط البرنامج الزمني المحدد لسرعة إنجاز المشروع. أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في إطار جهود دعم التصنيع المحلي.
تفقد وزير البترول والثروه المعدنيه كريم بدوي اعمال التشغيل التجريبي لكافه الوحدات الانتاجيه بمصفات ميدور لتكرير البترول بالاسكندريه في ظل الانتهاء من التوسعات الجديده والتي زادت انتاجيتها لتصل حاليا الى 160 الف برميل يوميا وتوفر الان 25% من امدادات البنزين والسولار للسوق المحليه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.5% بفضل بيانات اقتصادية إيجابية. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 63% لتصل إلى 79.66 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 85% لتصل وتحقق ما قيمته 76.84 دولار للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 49% لتصل إلى 2.34 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75% لتسجل 2.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن صناعة السيارات بالصين أخذت منحى صعوديا، حيث زادت من إنتاجيتها ومبيعاتها من السيارات بشكل مطرد في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وفقا للبيانات، فقد بلغ إجمالي إنتاج السيارات في الصين من شهر يناير إلى شهر يوليو من العام الحالي إلى ما يقرب من 16.18 مليون وحدة، بزيادة وصلت إلى 3.4% على أساس سنوي. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، ونعود إلى زملائي محمد وأدا لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا. شكرا لك مصطفى. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زار مجددا منطقة اجتاحتها الفيضانات قرب الحدود مع الصين لبحث خطة دعم المتضررين التي قد تشمل نقل نحو 16 ألف شخص إلى العاصمة لحين بناء منازل جديدة لهم. كانت كوريا الشمالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن المياه غمرت آلاف المنازل في مدينة سينويجو ومقاطعة ويجو بسبب الأمطار الغزيرة. ونتحول في نشرة أخبار التاسعة إلى أخبار الرياضة. أخبار الرياضة مع مصطفى ميزار، مجددا إليك مصطفى. من جديد شكرا أدا إبراهيم وشكرا محمد عبد الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في جولتنا الثانية، نستعرض فيها أحوال الكرة والرياضة محليا وعالميا. حصد أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024. أنهى الجندي منافسات النهائي في المركز الأول برصيد 1555 كرقم أولمبي قياسي عالمي جديد للبطل المصري، وبذلك يحصد الجندي أو حصد الجندي ثاني ميدالياته الأولمبية، وكان قد حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، كما أن هذه الميدالية هي الذهبية الأولى لبعثة مصر في أولمبياد باريس 2024. توجت اللاعبة المصرية سارة سمير بالميدالية الفضية عقب نهاية منافسات الخطف والنطر في رفع الأثقال لوزن 81 كيلوغرام خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وحلت سارة سمير في المركز الثاني بمجموع 268 كيلوغرام.
فاز مانشستر سيتي 7-6 على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح ليتوج بلقب الدرع الخيرية على استاد ويمبلي في افتتاح الموسم الحالي الإنجليزي لكرة القدم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما. حقق سيتي اللقب الأول أول مرة منذ عام 2019 لإنهاء سلسلة من الهزائم في هذه البطولة بعد خسارة أمام أرسنال في الموسم الماضي وليفربول في 2022 وليستر سيتي في 2021. يبدأ اليوم منتخب مصر كرة القدم الشاطئية معسكرة تدريبية المغلق في الأسكندرية في الفترة من 10 حتى 17 من شهر أغسطس الجاري. عقد مصطفى لطفي المدير الفني جلسة مع معاونيه من أجل الاتفاق على خطة التدريب خلال المعسكر التدريبي لرفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل اختيار القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة والمؤهلة إلى كأس العالم القادمة. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة ونعود لاستكمالها مع محمد وأدا. شكرا لك مصطفى. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من انهيارات أرضية محتملة وفيضان الأنهار وفيضانات في المناطق المنخفضة والرياح القوية مع قرب وصول إعصار ماريا. وتوقع بيان الأرصاد أن يضرب شمال اليابان بعد غد الاثنين ما قد يجلب أمطارا تعادل أكثر من متوسط هطول الأمطار الشهري لشهر أغسطس في المنطقة. الآن موعدنا مع الأحوال الجوية والطقس وبيان درجات الحرارة. وقفة أخيرة مع مصطفى نزار. مصطفى شكرا من جديد محمد عبد الله وأداء إبراهيم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا أحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من محافظات الجمهورية. البداية من القاهرة فيها درجة الحرارة العظمى 37-27 الصغرى، اسكندرية 34-24، مطروح 33-25، بورسعيد 33-27، والإسماعيلية 39-26، بالنسبة لمحافظة السويس 38-27، وبالنسبة إلى العريش 34-24، طابة 36-27، شرم الشيخ 41-30، الغردقة 41-30. الأقصر درجة الحرارة 45 درجة والصغرى 30، في أسوان 46 31، في الوادي الجديد 45-28، في شلاتين 36-30، وأخيرا في حلايب 41-32. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا أحد في عدد من عواصم المدن العربية والعالمية. بأخبار الطقس نصل إليكم من ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات في مجزرة جديدة استهدفت مدرسة للنازحين بغزة، ومصر تؤكد استمرار مساعيها لوقف إطلاق النار.
تنديد دولي وعربي واسع بمجزرة مدرسة التابعين بغزة وسط مطالب لإسرائيل باحترام القانون الدولي وضرورة إنجاز وقف لإطلاق النار فوري. وزير الخارجية يستعرض مع نظيريه البلجيكي والسريلانكي جهود التوصل لاتفاق هدنة بغزة ويطلعهما على اتصالات مصر لتجنب التصعيد الإقليمي. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. إلى اللقاء.